أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي
قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وحلالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها
فتمثل لها بشرا سويا. وهزي إليك بجذع النخل
الثقلت تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله العظيم. الفاتحة.